ضيفي في الاستوديو السيد عمر عبدو الرئيس التنفيذي لشركة دريزس ليميتد في دبي. أهلا ومرحبا بك سيد عمر. أبدأ بهذا الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين فجر هذا اليوم، طبعا سيسمح في حال اعتماده بتفادي الشلل في الإدارات الفيدرالية. كيف رأيت هذا الاتفاق وسوف يكون مصيره مؤقت أم ماذا؟ هذا الاتفاق مهم جدا لأنه ينزع آخر عقبة التي كان ينتظرها كثير جدا من المستثمرين في الولايات المتحدة للرجوع مرة أخرى للأسواق والاستثمار في الطاقة الإنتاجية بالنسبة للشركات، لأن هذا الاتفاق كان يعني يشكل هاجس كبير جدا. كان هناك كثير جدا من الانسرتينتي أو عدم اليقين بما ستقرره الحكومة الفيدرالية بالنسبة للميزانية لعام 2014. وكما نعلم أن كثير جدا من الشركات تنتظر صدور هذه الميزانية وميزانية مؤكدة لكي تبدأ في التجهيز من ناحية الطاقة الإنتاجية للعام. في رأيي أيضا أن يعني هذا سوف يؤكد ما تقرير كان أصدره بنك جولدمان ساكس، من أخذوا حوالي 15 مؤشر مختلف واستنتجوا أن كثير جدا من الشركات في الولايات المتحدة التي لديها كميات كبيرة من السيولة الآن سوف تبدأ في الاستثمار بقوة في التوسع في الطاقة الإنتاجية، وكل المؤشرات تدل على ذلك. إذا أخذنا مثلا قطاع السيارات نجد أن شركة جي أم متوقع أن تستثمر حوالي 16 مليار دولار من الآن صحيح. إلى 2016. شركة فورد متوقع أن تستثمر حوالي 7.5 مليار، واللي هي رفعت هذا الرقم من 6 مليار من الآن إلى 2015 في توسعة الطاقة الإنتاجية، لأن الآن مصانعهم تعمل بطاقة حوالي 80% طاقة إنتاجية، ومستوى 80 هو يستدعي الاستثمار في الطاقة الإنتاجية. هذه من ناحية. أيضا نجد نفس الوتيرة في قطاع الصناعات الثقيلة، مثلا في شركة اسمها يونايتد تكنولوجيز أيضا تعمل في مجال قطاع غيار الطائرات، ومع الطلبات الكثيرة في الطائرات الآن أيضا سوف تستثمر في الطاقة الإنتاجية. سوف أعود وأناقش هذا الموضوع وكذلك الحديث عن تقليص التحفيز الكمي بعد أن نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير. نعود بعده إلى عرض إخباري موجز مع الزميلة رولا ترونة، ونتابع بعده الأسواق العالمية. كونوا معنا. عودة إلى ضيفي في الاستوديو عمر عبدو. سيد عمر، أعود إلى اتفاق الميزانية الذي تم فجر هذا اليوم بين الجمهوريين والديمقراطيين. السؤال، من تنازل لمن في هذا الاتفاق؟ هذا الممتاز. في رأيي أن الجمهوريين بكل وضوح قد تنازلوا في هذا الاتفاق، والسبب هو أن في خلال السنتين الماضيين الحزب الجمهوري قد خسر أي معركة قد خاضها ضد الديمقراطيين أو تحديدا الرئيس باراك أوباما، وأهم هذه المعارك هي معركة ما يسمى بأوباما كير، واللي هي برنامج الصحي للرئيس أوباما بالضبط. فالآن الجمهوريين لديهم معركة قادمة هي معركة في خلال سنتين، اللي هي معركة بتاعت الكونغرس القادم ومنها الرئاسة. الرئاسة لسه بدي ما في أي استطلاعات تدل على أي يعني مؤشرات لأي الحزبين سوف يفوز فيها، ولكن على الأقل بالنسبة للكونغرس هناك بعض الاستطلاعات أن في كثير جدا عدم الرضا في الكونغرس والكثير يلوم الديمقراطيين. الجمهوريين يرون أن هذه هي فرصة مناسبة، ولكن لا يريدون أن يظهروا أنهم هم الذين من يعرقل الأمور الشعب الأمريكي في الكونغرس، ولذلك الآن قرروا أن يغيروا الاتجاه إلى تقريبا 180 درجة وأن يوافقوا على بعض المقترحات. مع أنه كانوا معصجين بالاتفاق الأول تقريبا الجمهوريين. نعم، لأنهم ظنا منهم أنهم سوف يكسبون النقاط على حساب عرقلة أي مشروع يبتدره الديمقراطيين أو تبتدره إدارة الرئيس أوباما. أمام هذا الاتفاق شو توقعاتك اليوم للأسواق الأمريكية؟ هل ستفتح بالمنطقة الحمراء أو الخضراء؟ ولا ننسى الحديث المتزايد عن تخفيف التيسير الكمي. كيف
كيف استعمل الأسواق مع هذين الحدثين تقريبا المتناقضين إلى حد ما؟ نعم بكل تأكيد متناقضين، وما يزيد من صعوبة التكهن بهذا الشيء هو أننا الآن في آخر شهر من السنة، وكثير جدا من المراكز الآن تبدأ في الإقفال، خاصة أننا في مستويات تاريخية بالنسبة للأسهم. في رأيي أن هذا صعب، يعني صعب جدا أن في ديسمبر التكهن، ولكن إذا أخذنا نظرة يعني أطول بعض الشيء، مثلا إذا قلت لي 3 أو 4 أشهر، في رأيي أن حتى إذا في أي ارتداد بالنسبة لمستويات الأسهم في الولايات المتحدة سوف يكون ارتداد فقط لجني الأرباح، وسوف ترجع الأسهم مرة أخرى في الصعود بقوة. والسبب هو أن الولايات المتحدة في 2014 أو الشركات الأمريكية تحديدا الغير مالية التي لديها الآن تكنز حوالي 1.8 تريليون دولار من الكاش، الآن هي مستعدة للاستثمار مرة أخرى. في 2014 من المتوقع أن هذه الشركات تمثل الصرف الرأسمالي إجمالي العالم كله، حتكون حوالي 36% شركات أمريكية، هذا مقارنة ب 2013 كانت 24% فقط. ففي فرق، يعني حيكون في صرف كبير جدا توسعي أو استثماري بالنسبة لهذه الشركات في 2014، وهذا ما سوف يدعم الأسهم الأمريكية في السنة القادمة. ذكرنا من قبل أن يونايتد تكنولوجيز مثلا، يونايتد تكنولوجيز واحدة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة، تعمل في مجال قطع الغيار وماكينات الثقيلة، تدخل صناعتها في مثلا صناعة الطائرات. الآن كان في دبي من حوالي 2 أسبوع 3، صحيح معرض إيرشو في دبي، إيرشو طلبات يعني بأرقام قياسية جدا، هذا يدعم يونايتد تكنولوجيز. القطاع السيارات في الولايات المتحدة في 2013 كان الأعلى في الإنتاج وتوزيع سيارات أو بيع سيارات من حوالي 5 سنوات، وهذا يدعم مثلا قطاع الحديد والصلب. لذلك نجد أن مثلا في شركة اسمها نوكور، نوكور هذه الآن يعني أسهمها مرتفعة جدا، قد صرحت بأنها سوف تستثمر في التوسعة للطاقة الإنتاجية. نعم. فهذه هي الشريحة التي أعتقد يجب على المستثمرين مراقبتها في 2014. نحن هل السائرون في الولايات المتحدة نحو تخفيف التيسير الكمي؟ يعني تصريحات البارحة عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي فيشر أول البارحة، وكذلك أيضا بالأمس بولر تحدث عن هذا الموضوع، هل نحن سائرون فعلا لتخفيض سياسة التيسير الكمي مع ارتفاع سوق العمل أو انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة؟ كل الإشارات هي يعني تعطي الضوء الأخضر بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لأن يتخذ مثل هذه الخطوة. كما ذكرنا كل المؤشرات الاقتصادية هي تسمح للفيدرالي الأمريكي أن يتخذ هذه الخطوة، ولكن لم يتخذها من قبل، والسبب هو أن الأسواق كانت يعني معتمدة اعتماد كبير جدا على دور الفيدرالي الأمريكي في الاقتصاد في تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي. ما حدث مؤخرا في حوالي 3 أو 4 أسابيع الماضية هو أن العقلية نفسها تغيرت. قبل ذلك كان عندما تطلع أو عندما تصدر أرقام اقتصادية إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي كان الأسواق تنخفض. ما هذا السؤال المطروح؟ صح. نعم، ولكن لاحظنا أن في الفترة الأخيرة من حوالي شهر أن عندما صدرت أرقام إيجابية جدا الأسواق تفاعلت بإيجابية. هذا الموضوع رح أسألك عنه بتفصيل أكثر، لأنه كثير ناس سألوا عن هذا الموضوع، كيف طلعت أرقام إيجابية ولاحظنا الأسواق كانت باللون الأخضر، مع أنه الحديث زايد عن تخفيف التيسير الكمي. سوف أعود لاحقا لمناقشة هذا الموضوع سيد عمر بعد فاصل قصير. مشاهدينا كونوا معنا. والحديث يطول عن الأسواق العالمية مع ضيفي في الاستوديو عمرو عبدو، الرئيس التنفيذي لشركة تداولات الأسواق العالمية تريدرز ليميتد. سيد عمر، برجع لموضوع الأسواق الأمريكية، المؤشرات الأمريكية، أنه بعد معروف بعد ظهور بيانات معينة من الولايات المتحدة إذا كانت إيجابية ملاحظ الأسواق بتكون بالمنطقة الحمراء، هذا لأنه العالم خايف من سياسة تحفيز الكمي تقليص بهذا البرنامج. لكن الأسبوع الماضي ومنذ فترة لاحظنا خلاف ذلك، خاصة إغلاقات يوم الجمعة الماضية. هذا تحول جذري في العقلية في السنتمنت، أنه الآن الشعور العام أن الاقتصاد الأمريكي الآن يعني يطير بجناحيه، يعني لا يحتاج مساعدة من الفيدرالي الأمريكي.
ولذلك يعني الثبات والاستقرار في المستويات الأسهم في الولايات المتحدة والاقتصاد بصفة عامة هو لأن هناك في investments حقيقية بدأت، وهناك في استهلاك حقيقي بدأ لا يعتمد كليا على الفيدرالي الأمريكي، وهذا ما ممكن أن يستدعي الفيدرالي الأمريكي أو يعني يجعله قادرا الآن على خفض خطة التحفيز الذي يعني 85 مليار بحوالي 5 أو 10 مليار في الشهر. كيف سينعكس هذا على الدولار؟ في الوقت الحالي الدولار لا يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي، ولكن ما يحرك العملات في الوقت الحالي هو الفروقات في أسعار سعر الفائدة. لاحظنا تراجع على الدولار تقريبا أمام سلة من العملات وأن كانت بشكل طفيف. دعني أنتقل إلى القارة العجوز بالتحديد إلى منطقة اليورو. البارحة المركزي الأوروبي أكد أنه ما عنده أي نية للتوجه نحو التوسع في السياسة النقدية بالتحديد خلال عمليات تمويل قصيرة وطويلة الأجل. كيف ترى هذا الموضوع؟ القارة العجوز هي في ورطة حقيقة، فقد تراجع دخل الفرد في منطقة اليورو إلى مستويات يعني بالمتوسط إلى مستويات 2007، في اليونان تراجع إلى عام 2000 المتوسط دخل الفرد، وفي إيطاليا إلى سنة 1997، فهناك في تراجع في الدخل، معناه هذا سوف يؤثر في الاستهلاك في السنة الجاية، دي من ناحية. من ناحية أخرى أن حتى التنافس الصناعي ليس في صالح أي من دول أوروبا ما عدا ألمانيا. لذلك نجد أن يعني إلى حد ما بريطانيا كقارة بشكل عام مع ألمانيا في هذا الطريق. نعم بالضبط. أما في منطقة اليورو ألمانيا هي الوحيدة المستفيدة، بقية الدول مثلا مثل اليونان إيطاليا البرتغال أسبانيا الآن لا يستطيعون التنافس، بالذات في ظل يورو قوي في هذه المستويات. سبب قوة اليورو يعني مثلا البطالة في منطقة اليورو المتوسط هو 12%، في اليونان وأسبانيا حوالي 25%، وبين الشباب 60%. طيب لماذا يعني اليورو بهذه القوة؟ بكل بساطة لأن في كثير جدا من السيولة الآسيوية واليابانية بالتحديد وأيضا التي الراجعة من الدول الناشئة متجهة إلى الأماكن التي فيها فرق سعر فائدة أكبر، يعني يكون فيها أمان وسعر فائدة أكبر. مثلا بس ايش توقعاتك للأسواق اليوم بعد خبر اتفاق الميزانية الأمريكية؟ تتوقع الأسواق الأوروبية في رح في تكون في رأيي اليوم؟ نعم بكل تأكيد، لأنه الولايات المتحدة أكبر اقتصاد، وإذا يعني مثل الموجة يعني إذا ارتفعت ترفع كل القوارب معها. يعني أذهب إلى اليابان اليوم، طبعا الأسواق الأسيوية ولا سيما نيكي على تراجع تقريبا ب 19 نقطة المئوية للسوق الياباني، قلص شوية تراجعاته كان أكثر من هيك. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف رأيت أداء هذا السوق خلال الفترة الماضية مع بعض الأخبار القادمة من الاقتصاد الياباني التي تحدث عن طبعا تراجع في معدلات النمو في اليابان، كذلك تعميق عجز الميزان التجاري الياباني. اليابان أيضا لديها مشكلة كبيرة، وهي أن السوق الياباني نفسه ليس فيه طلب، يعني ما يكفي من الطلب لكي يحفز الاقتصاد الياباني برغم كل الخطط التحفيزية التي قام بها البنك المركزي الياباني. وفي نفس الوقت أن حتى الصناعة اليابانية الآن لديها منافسين كثير جدا، لدرجة أنه يعني على كل حال كان في ارتفاع بالطلب على الآلات الصناعية اليابانية في شهر نوفمبر على اعتقادي، المؤشر طلع منذ تقريبا ساعتين. نعم، ولكن مشكلة الاقتصاد الياباني أنها الاقتصاد الياباني لن يستطيع أن يحافظ على قوته معتمدا على الصادرات فقط كما فعل في مثلا 30 سنة الماضية، لأن هناك مثلا إذا قارنا سوني بسامسونج نجد أن سامسونج الآن تفوقت على سوني، فهناك في كثير جدا من المنافسين للصناعة اليابانية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أن ببساطة الاستهلاك الياباني غير قادر على أن يستديم قوة الاقتصادية اليابانية في الوقت الحالي، بالذات برضو أيضا في ظل ين قوي. ففي الفترة القادمة يعني اليوم لاحظنا ارتفاع للين أدى إلى تراجع في الأسواق اليابانية بكل تأكيد. نعم عمرو عبدو الرئيس التنفيذي لشركة تداولات الأسواق العالمية تريدزس ليميتد، شكرا جزيلا لك.